هذا هو مشاهدينا الكرام ديربي المادونينا، ديربي الغضب لمدينة ميلانو، قلنا ديربي العالم الوحيد الذي بحوزة فريقيه لقب دوري أبطال أوروبا. يأتي الليلة في أوقات إيجابية جدا للفريقين إنتر ميلانو المستضيف وميلان الضيف في الديربي رقم 169. جماهير قياسية قرابة 80,000 متفرج في حالة هستيرية من جانب إنتر صاحب الضيافة وجانب من جماهير ميلان بأحلام مشروعة. الإنتر الحالي مشاهدينا الكرام، كرة ترجع من جديد لسوزو، التصويب من الإسباني بجانب الحارس سامير أندانوفيتش. أول اختبار للحارس السلوفيني أمامنا جينارو غاتوزر وإمكانية العرضية لبوليتانو. بوليتانو يوزع والدفاع يرى شناشوغلو لكن بعيد عليه الكرة، تصويب بجانب الحارس سامير أندانوفيتش. ثمانية بوليتانو، كرة من كوادو سموا والحارس تونر، هي ضغط خطير وهذه كرة، كرة جول جول لا الراية مشاهدينا الكرام. إيراتي حكم المباراة في الفار طبعا يقول الحكم ماركو بوليتانو، بوليتانو بوليتانو اي 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 بوليتانو يوسع ودوناروما بسوزو الاسباني تكون كيسيي. تعود الميلان على بعد نقطة وحيدة من انتر في حالة الانتصار، والورقة الصفراء ستحضر الان مشاهدينا الكرام بعد اصابة لوكاس بينيا الارجنتيني. بوليتانو فيرسالكو بالراس بالراس بالراس، بيريسيتش هو القناص الكرواتي ايفان بيريسيتش يتحدى اكثر اصرار بوليتانو وصل عند الحارس دونر. التصويب لكن بعيد الكرة، امكانية بيريسيتش وكرة اختراع وامكانية هجومية ضيع على الانتر، مخالفة طبعا وامكانية هجومية، كرة صاعبة كرة صاعبة لباليرو وقوة دفاعية لرومانيولي وموساكيو وما زالت الخطورة. غريبة غريبة وعجيبة، القناص مرعب المدافعين والحراس. صفر هذه كرة رائعة شناتشوغلو التركي وإنتر من الأسبقية والتسويب، هجمة منظمة مركزة لفريق الإنتر. أو فاليرو فاليرو تميت بيرسالكو اليوزع وتمر أمام بيريسيتش وأمام كاردي، فرصة كبيرة للإنتر. الآن اللي يوزع تصدي من غاني كوادو سموا اختي بوليتانو، بوليتانو بوليتانو اللي عنده شبه كبير من أسانسيو على مستوى المورفولوجيا على مستوى القدم اليسرى. فاليرو فاليرو كرة إيكاردي شناشوغلو اللي يوزع وتبقى الكرة لصالح من إمكانية اختراق شناشوغلو أو بالرأس ضاعت الفرصة. ركنية لفريق الميلان، فريق الميلان واحدة بواحدة، العين بالعين والبادي أظلم. الإنتر الآن يعاني، كرة جول لا لا الراية الراية يا موساكيو في الإعادة، إفادة من نفس النار يكتب رائعة كالابريا. أوه إيفان بيريسيتش والركنية لفريق والإنتر، بيريسيتش كرة جول غريبة، شنو هذا شنو هذا يا بيتشينو بيليا، وشوط خطير لفريق الإنتر يراوغ بورخا فاليرو والإنذار كلا بيريسيتش ولا حارس دوناروما زولا يمينو سوزو يسدد بعيدة، وصول متأخر لبونافنتورا فيرسالكو يمر الكرواتي تشالانوغلو
شالانوغلو، تصويب قوي من التركي، وبالطبع ضربة مرمى. سوزو يحاول الهروب، ينتظر المساندة، يعطيها لكن كوادو أساموها يديرك موقفه، وبالرأس مرتدة الكرة، والتصويب، التصويب والركنية. ماورو إيكاردي كان يفرنسي باينيانغ، كرة بالرأس مرتدة على الكل ترجع لفريق الميلان من جديد. التوزيع والتصدي من رومانيولي، كرة خطيرة إيكاردي، التصويب من فيتشينو وبورخا فاليرو، بيكو إيكاردي تأمين دفاعي هذه إمكانية، بوليتانو والحماية الدفاعية قدس رودريغيز، رودريغيز كرة زحفة، وطبعا غونزالو إيكوين بلا كرة خطيرة وكرة مثيرة، والتصويب ضاعت الكرة، كانت أسهل مما كان منتظر، لكن بوليتانو ضيعها بمباراة الذهاب. كان مونتيلا هو مدرب الميلان وخسر كالابريا ليوزا، وضرب كرة لفيرسالكو، فيرسالكو يوزا، بوليتانو كرة سهلة يتصدى لها باليرو، بيريسيتش، بيريسيتش اللي حاول التوزيع والركنية، روسالكو لبوليتانو، وكرة كرة غدارة من جانب ماورو إيكاردي، ينتظر شالانوغلو، بونافنتورا يصوب ودفاع يتصدى، كرة بالرأس والكرة الثانية، التصويب والركنية، تصويب من إيفان بيريسيتش وركنية لنيراتزوري. بونيسينيا، ماتزولا، مارياني، مرة أخرى التوزيع، تصدي من رومانيولي، والتصويب وبعيد الكرة من برازوفيتش، بيضاء الركيزي لبالدي، كرة كوادو أو كيتا بالدي اللي وسع كرة بعيدة، خطيرة بونافنتورا يعدي، والورقة الصفراء، أمونيتو لبوليتانو. كوتروني وين؟ كرة بعيدة على الكل، كرة بعيدة، كرة جول، كرة غريبة، والتسويب وين وين وين؟ ضاعت الفرصة يا فاليرو يا ماتادور، رودريغيز وكرة خطيرة غريبة، إمكانية رائعة، وسوزو مرة أخرى يتصدى، كايتا بالدي يوزع وبالراس، ودوناروما رايا، فرصة كبيرة دوناروما أمام بورخا، كرة ممتازة لسوزو، سوزو تعدي الكرة لديفريج مرة أخرى، إصابة الإسباني سوزو. جماهير الميلان بالأماني، والتصويب والجدار يصد، إيكاردي منذ البداية، سوزو يوزع، وماورو مرة أخرى، والكرة غدارة، وفيتشينو يوزع، جول.